بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم فوائد النورانية الروحانيات المجربة. اللهم صلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد، شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية، صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العليا، من اندرجت النبيون تحت لواءه فهم منه وإليه، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، إذا قدر الله وشاء واستفدت من الفائدة فضلا وليس أمرا، أسألك الدعاء والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على وضع الكل يصلك كل فائدة جديدة مجربة، ولايك وشير للفيديو. وأذكر نفسي وأذكركم بتقوى الله عز وجل والصدق والبساطة بحسن الاعتقاد برب العباد يحصل المراد إن شاء الله رب العالمين. فائدة اليوم هي فائدة عظيمة وجليلة. نكتب هذه الأحرف لإزالة إن شاء الله وجع الجنب فورا بإذن الله. فإلى الفائدة، بسم الله توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بتقول إذا كتبت هذه الأحرف تزيل وجع الجنب بإذن الله، وذلك مجرد الأحرف هي لمس نوق جير، طيب بنكتبها بالطريقة دي يا أبو محمد؟ لأ، بنكتبها كده لام ميم سين، نون واو قاف، ديم يه ره. ده هو ده اللي هينكتب كده تاني، لام ميم سين نون واو قاف جيم يه ره، لام ميم سين نون واو قاف جيم يه ره. يبقى إذن تكتب شرح، تكتب الأحرف ثلاث مرات بالكيفية دي فوق بعض في ورقة بيضة صغيرة. هنا لازم صرف عمار زائد تحصيل. ليه يا أبو محمد؟ هقول لحضرتك. ثلاثة، تقرأ عليها قسم البرهطية سبع مرات. قسم البرهطية، أيوة أنا حطته لك، رفعه لك على القناة في فيديوهات
الشرط هتطلع رافع لك قسم المرهطية العظيم، وقلت لك ركز عليه عشان في شغل كتير جدا عليه بعد كده، مرفوع على القناة في فيديوهات الشرط قسم المرهطية، هتقرأه 7 مرات. 4، يوضع المكتوب على الجلد مباشرة. هنا في نقطة، يعني من تحت الهدوم على اللحم على الجلد على طول. ووجه الكتابة، وجه الكتابة للجلد مباشرة، يعني في حد الكتابة تبقى من بره، يعني هيحط الكتابة تبقى من بره، لا أنا عايز الكتابة تبقى على اللحم على الجلد مباشرة. آدي الجنب أهو، المكان الألم في الجنب، عايز الكتابة دي وشها على الجلد مباشرة تحت الهدوم، يعني ما تحطش فوق الهدوم ووشها يبقى الناحية التانية، لا خليها ملاصقة للجلد مباشرة. فإنه يزول الألم بإذن الله فورا فورا بإذن الله في خلال دقائق بإذن الله. ليها يوم معين؟ لا، ده مريض، مفيش حاجة اسمها يوم معين، ده جنبه أو جنبها بيوجع، مش هنقدر نقول لا خلي جنبك بيوجعك لغاية يوم السبت الساعة كذا أو اليوم الحد الساعة، لا لا مفيش الكلام ده، فورا صبح ظهر مغرب عشاء أي حاجة، بس اتبع الخطوات دي على السريع. دي تعريف الكلمات اللي هنكتبها، بتتكتب حروف مفرقة بالشكل ده 3 مرات بالكيفية دي فوق بعض. بصرف العمار، بحصن نفسي، بقرأ قسم البرهطية رافعه لك على فيديوهات الشرطة على القناة. اللي عارفها طبعا، اللي عارفها في الروحانيين دي معروفة، دي رأس العلوم الروحانية، اللي مش عارفها عندك على القناة تقرأها 7 مرات عليه. يوضع المكتوب على الجلد مباشرة من داخل الملابس على الجلد مباشرة، وجهه للكتاب، وجه الكتابة للجلد مباشرة، فإنه يزول الألم بإذن الله فورا، وذلك مجرد مرارا يعني. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن أكون أفدتكم إلى الخير وإلى ما يحبه ويرضاه، ودي الفائدة الجليلة دي كانت حلقة اليوم. وإلى أن ألقاكم على خير إن شاء الله مع فائدة جديدة مجربة، التواصل على الواتس من 10 صباحا ل 8 مساء يوميا عدا الجمعة. وأستودعكم الله وفي أمنه وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.